دام قلبك ينبض بالحياة إذن لازم يكون فيه أمل. الشغل عمره ما كان وظيفة وبس. الإنسان لو كسب الدنيا كلها وخسر نفسه يكون خسر كل شيء. يا خسارة الإنسان لما يصير وحش ويريد ياكل اللي حواليه. يا خسارة الإنسان لما يموت بداخله الإنسان ويتخلى عن إنسانيته. بغيت أقول إن الكل مقام مقال، والعاقل هو اللي يعرف متى يحب ومتى يكبح عواطفه ويطلقها في الوقت المناسب. السعادة في الرضا والقناعة يا أبوي، في الحب، في الخير، في الجمال، في التعاون. اللي يمشي ورا شيطانه ويترك طريق الخير اللي كلها خير مسكين. أغرب رحلة في الدنيا هي رحلة الحياة يا راشد، رحلة ما فيها أي اختيار. ننولد وما نكتب تاريخ ميلادنا بإيدينا لأنها عجزين، ونموت وما نكتب تاريخ وفاتنا لأننا مفقودين. ايش رايك في اللي شفته؟ بلادنا جميله يا راشد، والحمد لله فيها مناظر طبيعيه كثيره، والمفروض ان كل واحد فينا يحاول جاهدا ان يحافظ على هذه المناظر الطبيعيه. ولا ايش رايك يا عم علي؟ انا معاك يا ولدي يا حمد. الطبيعه رمز الجمال، وكل شيء طبيعي جميل، حتى الانسان وطبعه وطريقه حديثه مع الناس.
وكل ما كان الإنسان طبيعي وغير متكلف كل ما كان محبوب بين الناس، كل ما يتحقق رمز الجمال. أنا سعيد بمعرفتك يا معلم علي. راشد كلمني عنك كثير بس ما قال لي إنك أنت فيلسوف. هذا من ذوقك، هذا من ذوقك يا حمد يا ولدي. المعلم علي هو رمز الطبيعة هني، لأن روحه السهلة البسيطة وقلبه الطيب خلى الجميع يحبوه. الله يديم المعزة يا معلم علي. أما أنت يا راشد خدمتني خدمة ما أنسالك إياها أبدا. الأجازة هني ممتعة. الحقيقة أنت اللي خدمتني وخدمت جميع الصيادين، لأنك شرحت لهم الخطط اللي تدرس من قبل المسؤولين اللي تهتم بيئتهم وحرفتهم. أنا ما جبت شيء من عندي، كل هذه حقيقة. يا خسارة، الأجازة كانت ممتعة لكن خلصت بسرعة، كنت أتمنى أن تكون أطول من كذا. زين ما عليه، خلينا نجي هني كل خميس وجمعة. ها ايش قلت؟ ايش تريدني أقول لك يا أخوي إبراهيم؟ بعد كل هذا السنين جاي تقول للأرض؟ وبظل أقولها حتى أموت. الأرض هي اللي انولدنا عليها وتربينا فيها، أبانا وأجدادنا عاشوا واندفنوا فيها ونحن مثلهم، ليش لا؟ كلام عمي معقول والله. الحمد لله، الحمد لله إني حصلت حد يشاركني الرأي. هن طول عمرها عاقلة وكاملة والكمال لله. يعني يا أخوي إبراهيم أنت تريدني أشتري أرض هنا؟ أيوة، علشان يكون لك جذور في بلدك. زين، من بيرعاها؟ من بيزرعها؟ أنا. أنت؟ الله يهديك يا أخوي إبراهيم. بس أنت بتضحك علي ولا بتضحك على نفسك؟ أنت أرضك ما قادر ترعاها، أنا بصراحة أشوفها أردم الأول. الله يجازي اللي كان السبب. كنت أتمنى والدي يساعدني. عمي قول لي الحين أيصرت يا إبراهيم. والدك نائب مدير الشركة اللي أنا فيها، رجل ناجح، ما في أحسن من أن الواحد يحب العمل اللي يشتغل فيه وينجح فيه. أنا بعد أحب الصحافة، وإن شاء الله لما تخرج هذه السنة أتمنى أكون صحفية ناجحة. الله يحقق لك أمالك يا بنتي. أيوة، بس أنت منتسبة لكلية التجارة، المفروض تكوني محاسبة ما صحفية. كنت أتمنى أدخل كلية الآداب لكن يلا اللي صار عاد، لكن هم بعد بشتغل في الصحافة. اللي صار يا أخوي يا خلفان إني سويت مثل ما يسوي غير، جبت اللي عاملين يشتغلوا معي في الأرض ويساعدوا، لو إني بصراحة متضايق من هذه المسألة. بعدني بكرر وبقول إن ما في شيء بيتغير بين يوم وليلة. اللي عنده أرض لازم يشتغل فيها وينميها، بمعنى إن الإنسان لازم يبدأ بنفسه سواء في التغيير أو في العمل. زين ابدأ أنت بنفسك، اشتري لك أرض هني وبني لك بيت، وبعدين باشر أرضك بنفسك واترك التجارة وهمومها. يا أخوي إبراهيم، التجارة عمل والزراعة عمل، وبعدين إذا كان عن البيت، بيت أخوي إبراهيم مفتوح لي في أي وقت، وإذا كان عن قطعة الأرض اللي تقول عنها أنا بفكر أن أشتري قطعة، ما مشكلة. بسنتي يا بسنتي، ما حد سأل عني في التليفون؟ ليه ما حد يسأل؟ ما حد. بس وين راح هذا؟ الحمد لله إنك وصلتي، كنت أنتظرك علشان نتغدى مع بعض. تعرفي رغم أشغالي الكثيرة جيت، وتعرفي إن المشروع الإسكاني بدأ، لكني قلت ما ممكن أقطع عادتي ولازم أتغدى مع بنتي. أنا بصراحة يا أبوي ما أحس إني جوعانة. خير؟ أمرتاحة في الشغل يا دكتورة؟ إيش دكتورة، الله يهديك يا أبوي، ممرضة. زين يا بنتي زين، ممرضة. كيف ما مرتاحة في الشغل؟ لا بالعكس يا أبوي، أنا سعيدة جدا بهذه المهنة،
وما تتصور مدى سعادتي وأنا أزرع البسمة والأمل في عيون المرضى. بالعكس أنا أحس الحين إن صارت لي قيمة. جميل يا بنتي، وهذا هو الهدف الحقيقي من الشغل. ها كله تمام؟ كله تمام؟ كله يلا أوكي يلا باي يلا باي يلا باي يلا 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 ممتاز ممتاز ممتاز. ها خميس تعال تعال. ها إيش الأخبار؟ كل شيء تمام مثل ما أنت تبي. كل شيء تمام. إيه كلهم ترى مصور رجالك. ممتاز ممتاز، هذا اللي أبغينا. روح 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 روح. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل عمي تفضل. انت بتظل هنا وتترك شغلك في الشركه ولا كيف؟ انا احب اطمن على كل شيء بنفسي عمي، اذا الواحد ما يوقف على شغله يضيع. اتمنى لك التوفيق. عموما انا حاسس اني تعبان وبروح البيت. سلامتك عمي سلامتك. لا لا تخاف علي، تعب بسيط. تريد مني شيء؟ سلامتك عمي، انا اريد راحتك. على العموم يلا مع السلامه. كان عندك ما قلت إلا عن سالفة بنت أبو إسماعيل؟ ما كانت هناك فرصة يا آمنة. الهور الجديد والضيف اللي معاه، كيف كنت تريديني أقول له؟ ضيف؟ ذاك رئيسه في الشغل، باين عليه طيب وولد حلال ويحب راشد. هي نعم، وفهمنا كل شيء عن السمك والتعليب والتقفيل، وعرفنا إيش المطلوب وكيف الأمور ماشية، وعرفنا بعد إن المسؤولين مهتمين بأمورنا. لازم يهتموا، هذه أوامر الحكومة. المهم الحين أبو إسماعيل إيش أقول له؟ يا أبوي يا أبوي انسى هذا الموضوع، الزواج قسمة ونصيب. بس أنت بس أبو إسماعيل ما أقدر أقول له لا. إنسان صاحب فضل ومعروف وسبح، وقلت لك ولده وبنته ما يتعيبوا بشيء. عاجبنك تقول لبنتك يعني أحد نفسي مع الإنسان اللي وقف جنبي؟ ما أعرف إيش أقول لك، البنية ما تريد ولد أبو إسماعيل، ونحن ما نعرف كيف بيكون رأي ولدك. يعني إيش؟ يعني ما معقول نجي ونشقي أولادنا، نحن تعبنا عليهم وعلمناهم، نجي على آخر عمرنا ونغصبهم على شيء ما يريدوه؟ والله زين زين، وإحنا البنت من متى لها رأي في هذه المسائل؟ أمس غير اليوم، يعني الهور الجديد مثل الهور القديم؟ أكيد لا، اتصرف يا رجال. أنا ما أقدر أقول لأبو إسماعيل لا، يعني الإحسان والمعروف اللي كان أمس ننساه اليوم؟ جميلة السيف على رقبتي يا حرمة. سمعيني، فهمي بنتي شو عقليها وأنا بخليها لك، أما راشد خليه علي أنا، وإذا ما جاء عن قريب أنا بروحي بمشي له. يا حمد. ها ايش راشد تقول شيء؟ لا لا الظاهر انت مو في هذه الدنيا. وين سرحان الحبيب؟ فكر في المرحومه يا ترى. لا في الحي، ومثل ما يقولوا الحي ابقى من الميت. اذا اكيد فكر في اختك صفيه. يعني اقول راشد، متى بنروح البلد مره ثانيه؟ ليش؟ لا أبداً، بس مجرد سؤال يعني. لا لا أنا أعرفك زين، أنت ما تسأل مجرد سؤال إلا إذا عندك شيء تريد تقوله. أبداً أبداً، يمكن علشان المناظر هناك عجبتني، يمكن عشان ارتحت للمعلم علي ووالدك ووالدتك، وحسيت بروح الأسرة اللي أنا محروم منها، ويمكن لأني محتاج بين فترة وفترة إلى أجازة. وممكن نروح الخميس والجمعة إذا أمكن. أمكن طبعا، يعني لازم الواحد يغير جو ويعيش حياته. نعم قصدي يغير جو يعني. تغير جو قلت لي؟ جو ولا طقس؟ صنانة
تروح تشتغل صلالة. وإيش فيها؟ صلالة من بعدها يعني. ما تروح عني مرة ثانية. لا يا أمي لا لا يا أمي أنا بصراحة نفسيتي تعبانة، أريد أبعد يعني فترة كذي وأرجع. يا ولدي يا سيف، ليش ما تروح تقابل عمك خلفان وتخبره باللي عرفته عن سالم؟ يا أمي صدقيني ما بيسمعني ولا بيشوفني، حتى لو كنت واقف قدامه هو الحين يسمع بأذون سالم ويشوف بعيون سالم وبس. بس اللي يشوف الغلط يا ولدي ما لازم يسكت عنه، هذا حرام. هذا أنت قابلته يا أبوي وتكلمت معه، إيش قدرت تسوي؟ ما دام إنه ما قادرين نسوي شيء خلاص أحسن إنه نرجع في الوقت المناسب. كل اللي أقدر أقوله يا ولدي الله يوفقك، وأنا وأمك داعي لك ودعواتنا بسبقك في كل مكان تروح لك. وهذا هو عزائي الوحيد يا أبوي، دعواتكم لي. زين يا ولدي بسألك. نعم يا أبوي تفضل. أنت ليش ما اشتغلت عند عبد العزيز بن عبد الله؟ شركته كبيرة ومشاريعها كثيرة. يا أبوي يا أبوي، عبد العزيز عبد الله هذا هو المنافس الوحيد لشركة العم خلفان، وسالم نقل أسرار الشركة وباع عمه علشانه. ولو أنا اشتغلت عند عبد العزيز عبد الله أكيد بتثبت ظنون العم خلفان فيه، وسالم أكيد بيأكد هذا الشيء للعم خلفان. علشان كذي يا أبوي يقول أحسن إني أبعد وأنسى السالفة ويكفي لحد هني. أنا بكرة بسافر مثل ما قررت، دعواتكم لي. الله يرضى عليك يا ولدي، تروح وترجع بالسلامة. صباح الخير يا وجه الخير يا بنت عمي. صباح النور. سيارتي أسرع. طريقك غير طريقي. بعدين تعال، أنت ليش جاي من أول الصبح؟ جاي أشوفك أصبح عليك. كانها عودة شوية. يا ريت لو تحسين فيه مرة واحدة. سالم رديت لجنونك؟ أحبك أموت فيك. قلنا إحنا أخوة وبس. صدقيني ساعدتك معي. زين حسابك مع أبوي. بعدين في عناد هذا طيرنا الشيخ من طريقها ما في فايدة. فاطمة ما بضيع وقت. فاطمة لو سمحتي. سالم زي انك متذكرة اسمي. على فكرة فاطمة انت ما تحسي بملل؟ قصدي يعني كيف تقضين وقت فراغك؟ ولو انه ما ضروري اقول لك انا اشتغل ممرضة. انت تشتغلي؟ بنت الأستاذ عبد العزيز عبد الله تشتغل؟ ليش؟ وأنت ليش تسأل؟ ها؟ لا لا ما في شيء. أنت إنسانة عظيمة فعلاً يا فاطمة، اللي يخفف عن آلام الناس الله يخفف عن آلامه. بس أقولك شيء، اعتبريني من اليوم مريض. الساعة كم الحين؟ تاريخ كم اليوم؟ أخيراً ضحكتي الحمد لله. أنت إيش تريد؟ أنا أريد أشوفك سعيدة. كل أمنيتي بالحياة ان اشوف الدنيا كلها سعيده حوالي. انا احس اليوم ان الدنيا كلها ملونه بلون فستانك. احس ان الزهور والاشجار كلها تضحك وتغني. ليش؟ لانهم سعيدين بيك. انت انسان غريب، غريب كثير. السلام عليكم. عليكم السلام. هند خير ان شاء الله؟ ايش اللي صار؟ لا ابدا ما في شيء. لا يا بنتي في شيء، انا شايف ان في شيء يا ابوي. سالم هذا لو ما وقف عند حده
أنا بتصرف معاه تصرف ثاني. أنا سابته لأنه ولد عمي وبس. زودها كثير من صباح هو يضايقني. خير إن شاء الله، إيش اللي صار؟ إنسان عديم الذوق، فضولي، يفرض نفسه علي وهو عارف إن أنا ما أطيقه. وين في الشارع؟ يا هند هدي شوية، هدي وفهميني إيش اللي صار بالضبط. هأذاني؟ هلكني بكلامه وتصرفاته معي. أنا أريدش، صدقيني بتكوني سعيدة معي. وبعدين أنا خلاص فاضي الكيل عندي. يا هند يا بنتي، أنت عارفة من الأول أنه يريد يتزوج. وأنا ما أريده، وهو عارف هذا الشيء، وأنا قلت له بكل صراحة. إيش بعد؟ خلاص يا هند خلاص، أنا أول مرة أشوفك بهذه العصبية. هدي شوي. أبوي سالم لازم يبتعد عني، ولا أنا بتصرف معاه. خلاص 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 يا بنتي، سالم ما بتشوفيه بعد اليوم، وأنا أعرف كيف أوقفه عند حده. سالم؟ ايوه، واعتقد اني جيت في الوقت المناسب. السياره ما رضيت تشتغل. ادري، اقصد قلبي او حالي بهذا، مثل ما هو حالي الصبح بالصدفه اني اشوفك. يا سالم يا سالم، انا اتكلم قد. وانا بعد صدقيني حاولت ابعد عنك وعن اي شغل يربطني بابوك، ما قدرت. سالم ايش هذا الكلام؟ فاطمه صدقيني، ما انا اللي اتكلم، قلبي هو اللي يتكلم. يا سالم خلينا الحين في السيارة، ما راضية تشتغل. وأنا ما أفهم في السيارات، كل اللي أقدر أسويه إني أوصلك البيت. لا 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 لا، هذا ما ممكن، لا يمكن أصلا أنا أركب مع واحد غريب. أنا ما غريب، أنا قريب، صدقيني يا فاطمة، والله أنا قريب. بس انتي بابا نام فاطمة لحد الحين ما وصلت؟ لا بابا ما يجي. زين انها خرجت من عزلتها، لكنها تتأخر شيء مقلق. الو، من؟ أخوي؟ أنا قلت لك 100 مرة بيسة واحدة ما بتحصل. إيه نعم، وبعدين ما في داعي لهذا الاتصالات والناس اللي ترسلهم كل مرة. يا أخوي قلت لك ما شيء. الحين أنا ما عندي شيء، كل شيء صار ملك بنتي فاطمة. هي نعم، بعت لها كل أملاكي يا أخي علشان ترتاح وتريح الناس اللي ترسلهم كل مرة. عفوا، مع السلامة. السلام عليكم. من هذا اللي موصل منك؟
هذا زميلي في العمل، ترى سيارتي تعطلت وبعدين وصلني البيت. فاطمة أنا خايف عليك يا بنتي. الله يهديك الله يهديك يا أبوي، أنا جلست في البيت وكنت خايف علي، وخرجت واشتغلت وحاولت أخرج من العزلة اللي أنا فيها وبعدك خايف علي. يا أبوي لا تنسى أنك أنت صاحب فكرة الشغل وأنت بعد صاحب فكرة التغيير. أنا يهمني التغيير يكون هنا، هيكون مظهر خارجي وبس. فاطمة أنا خاف يا بنتي أن تكون هذه أشياء تخفي وراها حزنك مثلا. أنا أحاول يا أبوي. اقتناع؟ بعدني أحاول. الشيء الأكيد يا بنتي يا فاطمة إني أريد أشوفك سعيدة بحياتك. أنا طلبت منك تشتغلي علشان تحسي بالحياة، لكن حتى الإحساس يجي خطوة خطوة، لأن الاقتناع بالشيء ما يجي دفعة واحدة. يا أبوي يا أبوي أنت ليش كذا خايف علي؟ يا بنتي لازم أخاف، لما واحد غريب يوصلك البيت لازم أخاف، أخاف على سمعتك. أنت نسيتي إنك أرملة؟ أنا ما نسيت إني أرملة، وبعدين هذا الغريب كان موصلني لظرف طارئ، وانت تعرفه سالم ابراهيم. سالم ابراهيم؟ ما غيره؟ ليش؟ ترى هو كان مار من هناك وانا سيارتي معطلة، وبعدين طلب مني انه يوصلني البيت. هذا كل شيء يا ابوي يا ابوي يا ابوي، انا انسانة رشيدة وانت اوليتني الثقة على هذا الاساس، ولا انت بعد باغي ترجعني للعزلة مرة ثانية؟ لا يا بنتي لا، انا ما قصدت، بس انا اريدك لما توقفي على أرض صلبة وانت تخطي للأمام. الرجال يمشي مع وحدة لازم يكون أخوها أو أبوها أو زوجها. انت متعلمة ومثقفة وتعرف العادات والتقاليد اللي مهما وصلنا ما لازم ننساها. فهمت فهمت ايش تقصد. ما دام انك فهمتي وعرفتي أكيد بتتصرفي صح. ايش سالفتك معهن؟ كل مرة ضايقها. احنا ما تكلمنا في هذا الكلام وانتهينا خلاص. انا اسف يا عمي اسف والله العظيم اسف. هذا راسك احبه، انا كنت امزح معها يا عمي. خلاص طمنها، انا ما بضايقها ابدا. خلاص انا حصلت اللي يشغلني. يشغلك؟ ها ايوه قصدي شغلي، شغلي هو اللي يشغلني يا عمي. عمي انا اللي في ديني هذه الايام من الشغل اهم بكثير من اي شيء ثاني. الله يوفقك يا ولدي، انت وفرت علي كلام كثير كنت اريد اقوله. على العموم لا تنسى اللجنه اللي تجي تعالي المباني بعد 3 أشهر تقريبا، المعاينه المبدئيه. احنا جاهزين يا عمي، احنا جاهزين من الاسبوع الجاي بعد. المهندس والعمال يشتغلون ليل نهار، انا ما ترك لهم في كل صغيره وكبيره، اشرف عليهم بنفسي. الله يهديك عمي، بس وانت اذا تحب تطمن تعال تعال شوف بروحك. انا معتمد على الله وعليك. في مشاكل؟ لا ابدا عمي، ولا في اي مشاكل. الحمد لله ريحتني، بس انا بعدني غامني مشروع عبد العزيز عبد الله هذا. ولا يهمك، المشاريع عندنا كثيره بتشبع شغل. وانت راح تشبع مفاجآت يا عمي. يا صالح يا ابو سيف. جايك يا عاجه. هذه رساله من سيف، اقراها تعرف اخبار ولدنا. زين بقراها. زين بسم الله الرحمن الرحيم. ابوي وامي العزيزين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخبركم يا عز واغلى الناس انني هنا في صلاله في خير ونعمه، حيث انني اعمل في شركه وفي مجال تخصصي. الناس هنا طيبون مثلك ومثل أمي الغالية، والمنطقة تشهد نمو عمراني هائل يوم بعد يوم، وفي هذا العام سوف يفتتح مطار صلالة، وعودتي بإذن الله سوف تكون عن طريق الجو. والدي والدتي، أنا هنا سعيد من سر دعاكم لي. كل ما أتمناه منكم المزيد من الدعاء، لأني أعيش في ظل دعاكم. مني التحية والشوق والسلام، وتحياتي لكل من يسأل عني. ولدكم سيف. لا تبكي يا عاشة، ولدنا بخير. الحمد لله.
تصوري لما ما اشوفك يوم واحده احس اني مريض، وما ارتاح لما اشوفك. وبعدين يا سالم، وبعدين مع كل هذا جياتك هذه تسبب لي الاحراج، اضطريت اني اكذب على زميلاتي واقولهم انك ولد خالتي. يا ريت، يا ريتني اكون ولد خالتك. انا خايف، خايف يا فاطمه، خايف من ابوك من الناس. اكيد اكيد بيستكثروك علي، جميله وغنيه وانا. اسمعني يا سالم، الغنى عمره ما كان مقياس. بس انا يهمني فاطمه، لما اخطبك لازم اكون جدير بك قدام ابوي قدام الناس، لازم تكون عندي فلوس. لهذه الدرجه الفلوس مهمه بالنسبه ليك؟ لا يا فاطمه، الفلوس الانسان اللي يصنعها، هي صحيح عنصر من العناصر المهمه لكنها ما كل شيء. المهم الوضع الادبي والاجتماعي. بس انت مدير ناجح. ما يكفي، النجاح شيء والفلوس شيء ثاني. انا زوجتي لازم تعيش من كدي ومن تعبي ومن كفاحي. انا معاك في وجهه نظرك هذه فاطمه. فاطمه يا ريت تكوني معي في اللي اطمح له واسعى له. ايش هو؟ يا ريتك تكوني معي بقلبك يا فاطمه. قلبي؟ ايوه بقلبك فاطمه. انا اتعذب، اتعذب. ليش يا سالم؟ خايف تكوني مشفقه علي، لانك تريدي تنسي حياتك الماضيه باي طريقه. فاطمه انا اريدك، اريدك بتفكيرك بقلبك. فاطمه انا بخطلك من ابوك، واللي يصير يصير. سالم انا الطبخه استوت، وانا هذه المره بحط لها الابزار والبقيه تاتي الاسبوع الجاي. انا جاهز باذن الله، ان شاء الله المساكن بتكون مطابقه للمواصفات المطلوبه واحسن بعد. ان شاء الله، ان شاء الله. اعتقد تاكيدي كان في محله يا سالم. طبعا عمي، طبعا اطمن مني، المهندسين طمنوني 2000% على المشروع. موقفك معاي هذا انا اقدره جدا يا سالم، ولا يمكن انساه. عسى عمرك طول عمي. انت شفت شيء بعدك؟ دواك عندي والبقية تأتي. أنا خايف، خايف. خايف ليش؟ الله يهديك، اركض اركض. هذا فضحنا يا سنت، تفضل بكبرك، احنا ما سوينا شيء، هذا شغل مهندسين يا مجنون. لقية المعاينة وصلت؟ ايه، اجلس اجلس. اروح امتياز يا مريم، الله يبارك فيش. لا بعدني ما بشرت ابوي، اكلمه في التليفون؟ لا طبعا، بروح له بنفس الشركه ابشره. الو، ها اللجنه جات؟ زين زين، انا جاي، جاي فورا. للأسف يا خلفان، المباني ما مطبقة للمواصفات. إيش؟ ما ممكن طبعا سالم. أيوة عمي. إيش هذا الكلام اللي أنا سمعه؟ عموما هذه معاينة مبدئية، وممكن كل شيء بيتصلح، لكن بالتأكيد بتكون هناك تكاليف. سالم. أيوة عمي أسمعك، قول شيء. إيش أقول يعني؟ المهندسين طلعوا عاد يمين الضمير. ما أنت اللي مختارنهم؟ وأنا يعني بدخل داخلهم بعرض ضمائرهم؟ أنا غير شغل الحسابات يا أخي. ما ممكن، ما ممكن هذا الكلام يا سالم.
أنا كيف نعميت عنك؟ كيف صدقتك؟ أنا مضطر أبلغ الجهات المسؤولة عن هذه المشاريع حتى تتخذ الإجراءات القانونية وهي تتصرف. كان لازم تشرف على كل شيء بنفسك يا خلفان كالعادة، على الأقل علشان سمعتك يا رجل. أنت السبب، أنت السبب في كل اللي صار. أنا غشيت فيك، أنا كيف صدقتك؟ أنا لازم أبلغ الشرطة عليك، لازم أبلغ الشرطة عليك. لا وسمعت، لازم أبلغ الشرطة. اسمع يدك، بلغ اللي تريد تبلغه. أحمد ربك يا إنسان إني جالس عندك لحد هذه اللحظة. أما غريبة تريد تبليني يعني؟ هي فوضى، هي الدنيا فوضى. اسمعني، إذا بغيت تبلغ الشرطة أنت تعرف عنواني زين، وأنا مستعد للاستجواب. يا عمي. نعم. أهلا. إيش؟ خلفان. زين أنا جاي الحين فورا. مكان إن شاء الله. إيش أنا؟ راشد اترك اللي في إيدك وخلى بروح بيت أستاذ خلفان. قول لي إيش اللي صار. أنت اترك اللي في إيدك، بخبرك بالطريق. خير يا هند؟ طمني يا دكتور. أزمة قلبية، أفضل تنقلوه للمستشفى لأنه بحاجة إلى عناية مركزة. إيش؟ مستشفى؟ ليش يا سالم تسوي كذا فينا؟ ليش؟ سالم، هذه كلها فلوس يدي اللي أخذها عمي. عمي؟ لا والله عمي، أنا الفلوس هي كل أعمامي، الفلوس وبس. هذا هو الذكاء، أنا أثبتت أني الأذكى والأقوى، وبعدني بثبت. يا سلام لو فلوس عبد العزيز عبد الله تكون ملكي، وبتكون ملكي ومثل كل مرة. البقية تأتي. أيوة أنا معاك يا سيدي، أنا هذا كله ما يهمني، أهم شيء عندي هذه الصفقة ما تضيع من يدي. يلا مع السلامة. الحين أنت راشد. ايوه راشد صديقك، ولا نسيت؟ تفضل. ايش العز هذا كله؟ كل هذا في سنتين وكم من شهر؟ فيلا وسيارة وعز، ايش هذا كله يا سالم؟ اللي عطاك بيعطينا. انا اشتريت هوري لابوي، هوري بمكينة بالاقصاد. وانت ما شاء الله. لا 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 لا
أنا طريقة كلامك ما عجبتني. إيش يعني تحسدني؟ طريقة كلامي ما عجبتنك. أنا أنت شخصياً ما عجبني. كبرت يا سالم. كبرت ونسيت وكبرت بسرعة بعد. نسيت؟ نسيت أيام البذر والفقر واللقمة اللي كنا نقسمها علينا إحنا الثلاثة، أنا وأنت وسيف. نسيت أحلام الصبا والصداقة ومعنى الصداقة. إيش تقصد يعني؟ إيش أقصد؟ أنت عارف وأنا عارف، والحين كل شيء واضح وباين. بعد سيف ابتهم وفضحته علشان تتفرغ لعمك وتنهبه وتقلل من قيمته. هذا هو الحين في المستشفى بين الحياة والموت. أنا ما سويت شيء من اللي جالس تقول عليه. واضح؟ واضح إنك ما سويت شيء أبداً. راشد؟ إيش راشد؟ دارت الإنسان لما يصير وحش يريد يأكل اللي حواليه، ويا خسارة الإنسان لما يموت بداخله الإنسان ويتخلى عن إنسانيته. إيش ربحت؟ قول لي إيش ربحت؟ ضيعت صديقك ونهبت عمك، إيش ربحت؟ قول لي. فلوس؟ إلزم حدودك في المناقشة معي يا راشد. أنا ربحت وكسبت من كعبي. تضحك علي ولا على نفسك يا سالم؟ المهم إن الناس كانت عايشة في الدنيا دنيا عتمة، واليوم والحمد لله في نور، وأنت وأمثالك ومع دراستك إلى أنك ما زلت في الدنيا العتمة، ضميرك معدوم. راشد أشوفك زودتها، لا تنسى أنك في بيتي. إيش بتسوي؟ بتطردني؟ بتطرد صديقك؟ ما غريب عليك تسويها، يعني بعد اللي سويته في عمك وسيف أي شيء متوقع، لأنك أصبحت انتهازي. أنت جاي تشتمني في بيتي؟ تفضل اطلع برا برا. بخرج يا صديقي، بخرج وأنا كلي ألم وندم إن يوم من الأيام قلت لك يا صديقي. بس أنا جاي نصحك ولآخر مرة، اعترف بكل شيء سويته يا سالم، وصلح الغلطة اللي غلطتها. لا تخلي شيطانك يزيد عليك أكثر من كذي، وكفاية ضياع لحد كذي، كفاية. أنا ما سويت شيء، وبعدني ما سويت شيء، واللي يوقف في طريقي يا ويله. اسمعني زين، انسى سالفة الصداقة هذه وخليك في نفسك أحسن لك. يا راشد لا تلعب بالنار. تفضل يلا يلا مع السلامة. انت شيطان، شيطان وخبيث بعد. برا يلا برا. مغفل مثلهم يا يقول لي ضمير. هذا زمن الفلوس والذكاء، وكالعادة البقية تأتي. ألو، من؟ سالم؟ خير؟ إيش اللي صار؟ عمك فصلك من الشغل؟ ما يخالف ما يخالف يا سالم، أنت إنسان طيب وتستاهل كل خير. أقول سالم، ليش ما تروح عند أبوي؟ يمكن يستفيد من خبرتك. لا 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 يا سالم، أرجوك لا. سمعني، ما أبغاك تتصل هني مرة ثانية. لا، كل شيء بالأصول. يا ريت. يلا مع السلامة. هذا الجدار اللي أمس خبرتكم عليه، أبغى اليوم يخلص. زين، أنت المسؤول تراك، أنا من أمس مكلم منك. يلا شوف، يلا تفضلوا، لا تنسى. يلا خليك. مهندس سيف. أيوه مهندس سيف، في واحد اتصل بك تلفون اسمه راشد، ويقول لك إن العم خلفان في المستشفى. إيش؟ عم خلفان في المستشفى؟ أكيد سالم ورا كل هذا. أنت تريد تشتغل عندي أنا؟ والله يا ريت. ما أقدر أشغلك. ليش؟ أنت ما تسمع اللي يقولوه عنك وعن اللي سويته بالأستاذ خلفان؟ الله يهديك بس. وأنت تصدق إني ممكن أضر عمي؟ هذاك مهما كان عمي، كيف سمعته وبتسمع دعاية مغررة هدفها التشهير بي وبسمعتي؟ وبعدين يا أخي عمي خلفان يتعامل نتيجة غلطة. خلفان طول عمره رجل نظيف والكل يشهد بنزاهته. احنا صحيح بنا منافسة، لكن قبل المنافسة نحن طول عمرنا أصدقاء. المنافسة اللي بيننا منافسة شريفة.
منافسة شريفة فعلا. فعلا منافسة شريفة، ودليل سر المناقصة اللي سردت لك إياها. الله، هذه هي آخرتها؟ هي هذه مكافأتي؟ إذا أنت حكمت على نفسك، اللي ينقض العهد والأمانة مرة ممكن يسويها 100 مرة. أنا ممكن مرة أتعامل مع واحد من أمثالك، لكن أشغله؟ لا. أعطيه الأمان؟ لا. أظنيك الحين عرفت ليش كنت أريد أشغل مهندس سيف عندي. الله يا سيد العزيز، الله. يعني علشان سربت لك سر المناقصة، لأني أعزك وأقدرك وأحترمك، أكون نقضت العهد؟ طيب، ما عليه، إذا إحنا في نفس المستوى. ما دام البايع ما نظيف، ليش تريد منه؟ تفضل اطلع برا. أرجوك، أرجوك دون عصبية. أنا ريال اشتريتك وانضريت بسببك. بسبب نفسك وبسبب أطماعك. أنا ما ممكن أشغل واحد من أمثالك عندي في الشركة أبداً. وإذا كنت سمعت كلامك واعتبرت أن شراء سر المناقصة شطارة منك، فأكون غلطان. وهذا الغلطة أنا أعرف أصلحها. تفضل اطلع من مكتبي برا. طيب، ما يخالف، أنا بطلع بروح. ما أريد أشوفك مرة ثانية هنا أبداً، فاهم؟ ما أقدر، ما أقدر أوعدك بشيء مثل هذا. أطلع برا يمكن، لكن بالأكيد لما نتقابل مرة ثانية. يا أستاذ عبد العزيز، إنسان مريض، مغرور، صفيق. اطمن يا هند، والدك الحين طبيعي وعدى مرحلة الخطر. يعني ممكن يرجع البيت؟ ما أعتقد قبل أسبوع. الأهم أنه ما يتعرض لأي انفعال، والأهم من هذا أنك تروح البيت ترتاحي. أنا ما برتاح إلا لما يرجع أبوي البيت. بس أنت صار لك أسبوع كامل معاه، روحي البيت واستريحي واطمني وخلي ثقتك بالله كبيرة. ونعم بالله، لكن أنا ما بترك أبوي أبدا. هو كل شيء في حياتي. قدر موقفي يا دكتور، أنا مالي غير في هذه الدنيا. وبعدين معاش يا هند، إذا توقع أبوش وشاف هذا الحزن كله إيش بيقول؟ كثر الله خيرك يا فاطمة، وجودك في المستشفى خفف عن الكثير. لحسن الحظ أني أنا أشتغل في هذا المستشفى، وإن شاء الله بكون جنبه. تفائلي بالخير، وأبوش إن شاء الله بيرجع مثل الأول وأحسن. يا رب، لطفك، لطفك يا رب. أنا لولا أني مقدر الظروف اللي يمر بها والدك لكان قمت باتخاذ إجراءات التنفيذ للعقوبات. أبوي ما له ذنب في اللي صار، للأسف هو أعطى الثقة الإنسان معدوم الضمير، والدليل الأزمة القلبية والحالة الصحية اللي هو فيها الحين. بس هذا ما يعفيه من المسؤولية، والقانون لا يحمي المغفلين، لأنه هو صاحب الشركة والمسؤول أمامنا. أنا مستعدة أتكفل بإصلاح كل شيء بما أن المعاينة مبدئية، وبتحمل كل تكاليف الإصلاح. أبوي معروف بسمعته بدليل المشاريع الكبيرة اللي تنفذت من خلال الشركة. نحن مدركين هذا، وكل هذا بالحسبان. وبما أن المعاينة مبدئية، بتكون هناك فرصة أخيرة لإصلاح ما فسد. لكن والدك ما زال مريض. أنا بتحمل مسؤولية بالنيابة عنه. والدك هو المسؤول، وأنت للأسف ما لك أي صفة في الشركة، لا أنت موظفة ولا مسؤولة. أنا أتكلم اسم أبوي لأني بنت الوحيدة. لازم تعرف القرار اللي اتخذ. تفضلي. شهور بس؟ نعم، وبيكون لنا حق الإشراف الكامل. هذا القرار يلي عدة اعتبارات: مكانة والدك، وسمعته النظيفة، واسمه في السوق، وإنجازه للمشاريع السابقة، وأيضا نظرا لحالته الصحية. قبل 5 شهور هذه كل شيء بيتصلح بإذن الله.